عودة كذلك معنا من مطار الملك خالد الدولي مراسل إخباري عبد الله النصار. عبد الله أهلا بك معنا، الصوت والصورة معك مجددا. نعم زميلي، مساء الخير لك، مساء الخير المشاهدين الكرام. أتواجد هنا أمام الصالة الخامسة بمطار الملك خالد، هذه الصالة التي تقلع وتصل إليها جميع الرحلات الداخلية للمملكة العربية السعودية. طبعا اليوم الساعة 8:15 تقريبا أطلقت الميليشيات الحوثية صاروخ باليستي باتجاه شمال شرق الرياض. القوات الدفاع الجوي اعترضت هذا الصاروخ، تم سقوط بعض أجزاء هذه الصاروخ على أطراف مطار الملك خالد. طبعا باشرت الجهات المعنية مكان سقوط هذه الأجزاء في أطراف مطار الملك خالد، ولكن كل الرحلات هنا لم تتأثر ولم يتم تأخير أي رحلة أو تغيير جدولتها من بعد الساعة 8:00. وصل إلى المطار وأقلع من المطار من بعد الساعة 8:15 أكثر من 42 رحلة داخلية، جميع هذه الرحلات أقلعت ووصلت في وقتها، لم تتأثر لم تتغير جدولتها. جميع المداخل والمخارج إلى مطار الملك خالد من بعد الساعة 8:00 من بعد يعني سقوط هذه الأجزاء من الصاروخ بعد تدميرها من الدفاع الجوي لم تتأثر بفضل الله سبحانه وتعالى. الحركة هنا في مطار الملك خالد حركة طبيعية جدا، أقلعت جميع الرحلات من بعد الساعة 8:15. طبعا لعل الأحاديث هنا في مطار الملك خالد اليوم يعني الأوامر الملكية أخذت جزء كبير من أحاديث المسافرين والموظفين هنا ولم يلتفتوا لهذا الصاروخ الذي هو كالعادة عملية إطلاق صاروخ فاشلة يتم إطلاقها من قبل الميليشيات الحوثية، وكالعادة قوات الدفاع الجوي تعترض هذه الصواريخ في كل مكان وكل زمان. كما ترى خلفي زميلي لعل المصور يتجه إلى ساحات المطار، الحركة عادية جدا، جميع الرحلات أقلعت من بعد الساعة 8:15. جميع الطرق يعني المتجهة إلى المطار مفتوحة والحركة سلسة. في هذا الوقت دائما الرحلات تكون رحلات قليلة، يعني من بعد الساعة 8:00 إلى الساعة 10:00 يكون هناك كثافة في الرحلات، هذه الرحلات أقلعت جميعها. في هذا الوقت لا يوجد رحلات كثيرة لجميع شركات الطيران. ما أريد أن أؤكد عليه هنا من أمام الصالة الخامسة من مطار الملك خالد هو أن الوضع طبيعي جدا، أقلعت جميع الرحلات، وصل جميع المسافرين في أوقاتهم، جميع الطرق يعني مفتوحة، جميع المسافرين وجميع الموظفين واثقين في قوات الدفاع الجوي وفي قواتنا البواسل في حماية أرض المملكة العربية السعودية من أي تدخل أو محاولة إصابة يعني أي جزء من هذا البلد الغالي. طبعا المحاولات اليائسة من فترة إلى أخرى لاستهداف الأماكن المأهولة بالسكان، هذه محاولات يعني مستمرة من فترة إلى أخرى من قبل هذه الميليشيات، ولكن النتيجة هي نتيجة واحدة، هي تدمير كل من يحاول أن يقترب من أرض هذا الوطن. أعود إليك زميلي. شكرا لك زميلي عبد الله النصار، كنت معنا من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، شكرا جزيلا لك.